إن العمل الإنساني تذكرة إنسانية لتخفيف المعاناة، وهو أيضا مناسبة للاحتفاء بالعاملين والمتطوعين في المجال الإنساني المرابطين في الخطوط الأمامية. وإيمانا من جمعية أريج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكجزء من التزامهم بتشكيل منظومة عمل إنساني، انطلقوا مع إمكانيات محدودة وحلم كبير في مساعدة الآخر. وقد دشنت جمعية أريج للتنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية مشروع توزيع مواد غذائية للفقراء في مدينة العيون ضمن مساعي الجمعية الخيرية في تقديم يد العون للطبقات الهشة والفقيرة. احنا كفاعلين جمعويين جينا اليوم كنساندوا الاخت ليلى العويسي في هذا النشاط اللي دايره، وكنشكروا على هذه المبادره اللي كدير. كما تعودها دائما وككل شهر من شهر رمضان كتوزع هذه المبادره لفائده الفقراء والايتام والمعوزين، وكنشكروا على هذه البادره وشكرا جزيلا للجميع. تتميز الاعمال الانسانيه بانها تحدث تغييرا حقيقيا في المجتمعات، فهي تجمل الواقع وتجعل الأرض مكاناً أجمل للعيش، وتقلل الفجوة والمسافة بين الغني والفقير، كما تقرب المسافات بين الأشخاص وتجعل الفارق يتضاءل، مما يخلق جواً من الفرح والوئام بين الناس ويقلل الحقد والكراهية. وهذا كله ينعكس إيجاباً على نفسية الإنسان الداخلية ويخلق قدوة حسنة للأجيال القادمة. ومهما عددنا فوائد الأعمال الإنسانية وما تعود به من نفع وخير على الإنسان، فلن نستطيع أن نحصي ولو جزءا بسيطا منها. فالعمل الإنساني الخيري مفتاح الحياة، وهو تنفيذ صريح ومباشر لتعاليم الديانات السماوية السمحة التي حثت على أن يكون الإنسان عونا لأخيه الإنسان. فنصرة المظلوم ونشر الخير بين الناس من أسمى معاني الإنسانية وأكثرها جلبا للخير. وقد أطلقت جمعية أريج خلال شهر رمضان الفضيل مبادرة إنسانية تهدف إلى مساعدة المعوزين، فقامت بتوفير مواد غذائية لما يفوق 50 أسرة، الشيء الذي جسد صورة حقيقية للتكافل الاجتماعي لأبناء المنطقة. وقد كان على رأس المبادرة مجموعة من شباب متطوعين في مختلف الأعمار، والتي استهدفت الوقوف إلى جانب الفقراء والمحتاجين، الشيء الذي شجع الشباب على الاندماج بالمشاريع الوطنية الإنسانية التطوعية، كما أشارت رئيسة الجمعية ليلى العويسي. نظمت جمعية أريج للتنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية كعادتها نشاطا خيريا يتمثل في قفة رمضانية لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة وأيتام أرامل مطلقات، وتمثل كي قلت في هذه القفة الرمضانية اللي حاولنا من خلال توزيعها أن ندخلوا الفرحة ولو فرحة بسيطة جدا لهذو الناس أسر معوزة. ومن بين اهتمامات الجمعية الشق الاجتماعي طبعا، لأن دائما نشتغلوا في هذا المجال، ذا هو كي ذكرت سابقا على ذو الفئات، فئات المستضعفة المحتاجين. ومن هذا المنبر نطلب من جميع المحسنين مساندتنا ومساعدتنا على أن نساعدوا هذه الفئة، فئة المعوزين، ونطلب من الدولة على أنها تساعدنا وتهتم بنا شوي، جزاكم الله خيرا، على أن نوصلوا ونساعدوا هذو الناس لأنهم في حاجة ماسة إلينا. ومن هنا انطلقت الجمعية الفتية في الحب نحو تقديم أيادي العون، وهنا نرصد مجموعة من المداخلات التي تكشف بالملموس صورة الواقع الذي كلفوا أنفسهم به كتشريف على مساعدة كل ما يمكن. شكرا لله العويسي، هي اللي العونانا، هي كتقلب علينا ومسكينة مساعدة مع أي واحد المعاق ولا اللي صحيح ولا اللي مريض ولا اللي كتعاونه كتقلب عليه، وخا مجيبها وخا بحيوانها وخا بكل شيء، تنشكروها بارك الله فيها، وكنشكروا سيدنا الله ينصرو. كنشكروا هاد السيده خدت بيدينا وفرحتنا في هاد العواشر، ما كنعرفوش تلاقينا بها غير صدفه، وساعدتنا وعاونتنا وخدت بيدينا،
ربي هو ياخذ بيديها ويفرحها ويصلح وليداتها ويصلح زوجها. وحنا فرحنا بزاف وفرحنا بمعرفتها وفرحنا بها حتى لأقصى درجة. الله يجعل مولانا يطول لها العمر، والله يجعل مولانا ينصر سيدنا، والله يجعل مولانا يخليها معرفة دائمة. هذا الشيء اللي كنطلبوا عند الله، ومبارك واشركم والسلام عليكم. وتعتبر جمعية أريج إطاراً مدنياً مهمته الأولى رعاية الفقراء وتقديم كل السبل في مد يد العون، ومنه الارتقاء بالمجتمع وتحويله إلى مجتمع منتج من خلال تنمية القدرات وتقديم الخدمات واستغلال الطاقات لخدمة المجتمع، الشيء الذي سيحسن مستوى دخل الأفراد والأسر. ومن ضمن توجهات جمعية أريج للتنمية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية الرائدة في دعم الفقراء والمحتاجين أن تكون مكاناً جامعاً لراغبي العمل التطوعي الإنساني، ومكاناً قادراً على تلقي المساعدات العينية والمادية وصرفها لمن يستحق. ولذا تناشد الدولة بكل مكوناتها ومؤسساتها وكذا رجال الأعمال والاستثمارات والمجتمع المدني بكل تنوعه في تقديم كل ما يمكن لإنجاح الجمعية ومشروعها الإنساني والخدماتي للمعوز بالأقاليم الجنوبية.